بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب المستوى ال11. كنا نهينا الجزء اللي فات بالجدول المهم جدا 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 انكم تشوفوه، واللي ما شافهوش يرجع للفيديو السابق لان هيلخص لكم كلام نظري كتير. عنوان الجزء هنا بيبدأ بمستويات الطاقة، وطبعا برضو تحت العنوان في كمية من الكلام النظري الكتير جدا اللي ممكن يلخبطكم بسهولة، فياريت ترجعوا للجدول اللي كان في الفيديو السابق. في اخر جزء من الفيديو السابق كان موجود جدول لخص لكم العلاقة ما بين مستويات الطاقة الرئيسية اللي بنرمز لها بالرمز N ومستويات الطاقة الفرعية اللي بنحسبها عن طريق عدد الكم السنوي L اللي بتكون اما S او B او D او F، وعرفنا ان احنا بنقدر نحسب عدد الافلاك بتاعت كل مستوى فرعي. الجزء ده من الدرس بدأ يتكلم عن مستويات الطاقة، وبرده في جزء نظري كتير. كل الجزء ده هتلاقوه ملخص في الجدول السابق اللي في الفيديو اللي فات على طول، فمش هنحتاج نعيده مرة تانية لانه كله هيكون كلام مكرر بالنسبة لكم طالما فهمتوا الفيديو اللي فات. هندخل على الملحوظة اللي كنا نهينا بيها الفيديو اللي فات لما شرحنا ان مستويات الطاقة بتاعتنا احيانا بيحصل ما بينها تداخل، وان عشان نعمل التوزيع الالكتروني للعناصر عشان نوزع الالكترونات بتاعت اي عنصر داخل الافلاك بتاعته لازم نعرف التداخل ده عشان نوزع الالكترونات بشكل صحيح. كنا قلنا ان مستوى الطاقة الاول موجود في فلك 1s، ومستوى الطاقة الثاني موجود في الافلاك 2s 2bx 2by 2bz، ومستوى الطاقة الثالث كان موجود في 3s 3bx 3by 3bz و3d خمس افلاك. لكن الملحوظة المهمة تعرفوها ان نتيجة لتداخل مستويات الطاقة مع بعض بنلاقي ان المستوى 4s اقل في الطاقة من المستوى 3d. لما بنيجي نوزع الالكترونات داخل الافلاك بنبتدي نوزعها 1s نملا الاول بالالكترونات، بعدين 2s 2b 3s 3b، بعدين ما بنقولش 3d بنقول 4s وبعدين 3d تمام، بعدين 4b تمام. يبقى التداخل ادى الى ان ترتيب المستويات اللي احنا تعودنا عليه اختلف قليلا، فاحنا لازم نبقى منتبهين للاختلاف ده عشان لما نيجي نوزع الالكترونات نوزعها بشكل صحيح تمام. فخلي الملحوظة دي ببالكو كويس جدا عشان ان شاء الله لما نوصل لمرحلة توزيع الالكترونات الخاصة بكل عنصر تعرفوا تحلوا المسائل بشكل صح. العنوان اللي بعد كده في الدرس هو الدلالة على مستويات الطاقة. يعني احنا قعدنا نتكلم على مستويات الطاقة الرئيسية ومستويات فرعية والافلاك، ايه الادلة على وجود مستويات الطاقة اللي احنا اتكلمنا عنها؟ عندما يسخن العنصر النقي يبعث ضوءا له الوان منفصلة ومحددة، وهذا النمط من الالوان يسمى بالطيف. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بيسمى طيف تمام. الطيف ده خاص بعنصر هو عنصر الليثيوم. الطيف ده عبارة عن الوان زي ما انتوا شايفين مختلفة، عبارة عن خطوط واضحة ويفصل بينها مسافات سودة تمام. كل عنصر له طيف خاص به لا يتشابه فيه مع اي عنصر تاني، يعني طيف العنصر هو علامة مميزة للعنصر تمام. زي كده بصمة الاصبع للانسان هي علامة مميزة للانسان لا يتشابه فيها مع احد، فكمان طيف العنصر هو شيء مميز له لا يتشابه فيه مع عنصر اخر تمام. طيب ازاي بينتج الطيف ده؟ هتشوفوا دلوقتي تجربة صغيرة عشان تفهموا منين العلماء حصلوا على الطيف الملون ده ووجدوا ان هو مميز لكل عنصر ولا يتشابه عنصر مع اخر في الطيف الخاص بيه. هنا جبنا مجموعة من العناصر وحرقناها، زي ما انتوا شايفين كل عنصر مطلع لون مختلف تماما عن العنصر التاني، يعني تسخين العناصر بالنار ادى ان
كل عنصر له لون مميز. العلماء لما بيشوفوا ظاهرة زي كده بيبتدوا يدرسوها، وبيبتدوا يدرسوا خواص الألوان دي. فمثلا لما يتم تسخين عنصر معين وينتج عنه ضوء معين، بيعملوا تجربة صغيرة انهم بيخلوا الضوء ده يمر من خلال منشور. هنا في التجربة استخدموا جهاز آخر غير التسخين باللهب، اسمه أنبوب أشعة المهبط. ده بيكون متوصل بكهرباء عالية جدا، فبسبب وجود التيار الكهربي العالي بيبتدي الغاز اللي جوه الأنبوب يتوهج ويصدر منه ضوء. فسواء قاموا بتسخين العنصر أو فسواء قاموا بتسخين العنصر باستخدام اللهب أو باستخدام أجهزة لتسخينه، بيصدر منه ضوء، بيحطوا حاجز. الحاجز ده فيه شق رفيع جدا عشان يسمح بمرور جزء صغير جدا من الضوء. بعد لما يمر جزء صغير من الضوء، بيحطوا في المسار بتاع الضوء منشور. وكلكم عارفين من الفيزياء ان المنشور بيحلل الضوء لمكوناته الأساسية. فوجدوا ان الضوء الصادر لما اتحلل بواسطة المنشور طلع على هيئة خطوط ملونة وتفصل بينها مسافات سودة. كمان مهم افكركم بحاجة، كلكم عارفين ان لما بيمر الضوء الابيض العادي سواء من مصباح او من اشعة الشمس ويمر على منشور، بنشوف الوان الطيف اللي كلكم عارفينها من الاحمر الى البنفسجي، تمام؟ لكن طيف الانبعاث اللي احنا بنتكلم عليه، فعند تسخين المادة ويصدر عنها ضوء ونمرر الضوء خلال منشور، ما بنلاقيش طيف متصل من الألوان، بنلاقي خطوط منفصلة من الألوان، تمام؟ فوجود الخطوط المنفصلة دي من الألوان فسرها العلماء انها بسبب ان العنصر ده بيحتوي على مستويات طاقة معينة، وعشان هو فيه مستويات طاقة معينة، المستويات دي بيوجد فيها الكترونات. فلو خدنا عنصر عنده مثلا الكترون في المستوى ده، لما بيكتسب فوجود الخطوط الملونة دي فسرها العلماء بوجود مستويات طاقة داخل الذرة، ومستويات الطاقة دي طبعا بتوجد فيها الالكترونات دي. لو حصل ان الكترون انتقل من مستوى طاقة الى مستوى طاقة اخر، الى مستوى طاقة اعلى، فبنسمي الذرة انها في حالة اثارة. ليه؟ لان الالكترون انتقل من مستوى طاقة الى مستوى طاقة اعلى. ولما بيوجد الالكترون في مستوى طاقة اعلى، بيكون الذرة في حالة غير مستقرة، حالة الاثارة بالنسبة للذرة غير مستقرة. فالالكترون بيحاول يفقد الطاقة اللي اكتسبها عشان يرجع مرة اخرى الى المستوى الاعتيادي بتاعه، الى المستوى الطبيعي بتاعه، عشان تصبح الذرة في حالة استقرار او في الحالة الاعتيادية. لما بيفقد الالكترون الكمية المعينة من الطاقة، بتصدر هذه الطاقة على شكل لون، تمام؟ هي دي الخطوط الملونة او الطيف الملون اللي احنا بنشوفه، تمام؟ ووجود الالوان بيدل على ان في كميات مختلفة من الطاقة اطلقتها الالكترونات عشان ترجع للمستوى الاعتيادي او للحالة الاعتيادية، تمام؟ يبقى وجود الالوان بتدل على وجود مستويات الطاقة، واختلاف الالوان بيدل على اختلاف كمية الطاقة التي اطلقها الالكترون للرجوع الى الحالة الاعتيادية او المستوى الاعتيادي بتاعه. يبقى الذرة في حالة الاثارة تكون غير مستقرة، لذلك تطلق طاقة على شكل ضوء للرجوع الى المستوى الاعتيادي او الحالة الاعتيادية ليها، ويعتمد لون الضوء على كمية الطاقة المنطلقة، تمام؟ لان كلكم طبعا خدتوا في الفيزياء العلاقة بين الطاقة والطول الموجي لامدا والتردد. فلما بتكون مثلا الطاقة اللي هتنطلق من الالكترون قليلة، يعني التردد قليل، يعني الطول الموجي طويل، تمام؟ فبنشوف الوان زي اللون الاحمر مثلا، تمام؟ لكن لو كانت الطاقة اللي هيطلقها الالكترون عشان يرجع للمستوى الاصلي بتاعه عالية، يعني التردد عالي، يعني الطول الموجي هيكون قليل،
وبالتالي هنشوف ألوان زي الأزرق مثلا. بعد كده هو جايب لكم رسمة كاتب تحتها انبعاث الضوء ورسمة أخرى كاتب تحتها امتصاص الضوء. ايه معنى الكلام ده؟ الكلام ده معناه ان الرسم اللي على اليسار بيمثل طيف الانبعاث من العنصر، يعني العنصر كان ساخن سخناه زي مثلا غاز وحطيناه في أنبوبة أشعة المهبط، وصلناه بتيار كهربي عالي، توهج الغاز ده فصدر منه ضوء، مررنا الضوء على منشور والمنشور حلل الضوء إلى خطوط ملونة زي ما هو باين قصادنا، تمام؟ لكن طيف الامتصاص ما بنسخنش الغاز نفسه، احنا بنجيب مصدر ضوء وبنحط العنصر بتاعنا، غاز هيدروجين، غاز هيليوم، أي مادة بنحط، فلما بنسلط الضوء على العنصر بتاعنا بيمتص طاقة من الضوء ده، وبنبتدي نحلل الضوء الصادر من الغاز بواسطة المنشور، بنجد ان بيطلع عندنا الوان الطيف مفقود منها خطوط اللي ظاهرة بالاسود دي، والخطوط دي مطابقة لنفس الاماكن اللي كانت بتظهر عندها الخطوط الملونة في طيف الانبعاث. يبقى لما حصل امتصاص للضوء وابتدينا نحلل الضوء بالمنشور، وجدنا ان العنصر بتاعنا لما امتص ضوء امتص نفس الاطوال الموجية، نفس الالوان اللي كان بيشعها لما قسنا طيف الانبعاث، تمام؟ ممكن تشوفوا التوضيح ده. ادي الوان طيف الانبعاث الخطوط الملونة، وده طيف الامتصاص، ولو قارنا الاثنين ببعض هنلاقي ان الاثنين بينطبقوا على بعض تماما. بكده بنكون خلصنا الدرس الاول الحمد لله، وهنبتدي ان شاء الله في الفيديو الجاي نشرح الدرس الثاني اللي هيكون عنوانه التوزيع الالكتروني.